سؤال كتير قوي الناس بتسأله اللي هو هبدأ فين أو إيه التولز اللي أنا ممكن أستخدمها أو أنشرها أو إيه التولز مثلا إحنا بنشتغل بيها أو إزاي أختار التول أو كل الأسئلة دي دي اللي إحنا هنحاول نجاوبها في التول ده السؤال الأساسي للتول ده هنركز فيه اللي هنعمله هنبص أنا أول هنبص يعني إيه جيم إنجن أصلا وازاي احنا بنحدد هل الانجن دي او هل البلاتفورم دي او هل التول دي كويسه ولا لا دي حاجه هنبص عليها او ازاي اعرف التول حلوه ولا لا ايه اللي هنبص عليها وبعد كده هنبص نقدر نبص على كل التولز اللي عندنا وايه الجيمز اللي بنلعب بيها ونتكلم في الموضوع ده وبعد كده هنتكلم شويه في المونتيزيشن اللي هو ازاي بتيجي عايز تكسب فلوس من الجيم بتعمل ايه وايه انواع المونتيزيشن وكده وهنتكلم في تولز كتير فما تخافش لو انت مثلا دي حاجه فاتتك او اسم في الاخر برضه هيبقى في لينك في كل التولز اللي اتكلمت عليها وكل الجيمز اللي انا قلت عليها وهكذا. اول حاجه واهم حاجه ان بلاش نعيد في ناس كتير قوي اللي هو بيفكر ان هو في تول في ناس اللي هو كل الجيمز الحقيقيه معموله بسي بلس بلس اللي هو لازم اعمل الانرجي بتاعتي ولازم انا من الاول عشان ابقى بروجرام حقيقي والكلام ده كله بس دي فكره خالص الفكره انت تختار التول مفيش شايف احسن تول في اسمها حاجه اسمها التول خالص الشوت ده احسن طريقه وحاجه دي حته نيوتن كان عجباني اللي هو قال لك ان هو قدر يشوف ابعد من الناس مش ان هو اعظم من ناس ثانيه عشان هو وقف على كتاف كل الناس اللي جت قبليه فخليك زي نيوتن وقف على كتاف كل الناس اللي قبليه ان انت depending of experience بتاع كل الناس دي لان حتى لو انت بروجرامر جامد جدا وبتعرف تبني كل حاجه تخيل انت كده بتبني جيم ممكن واحد يعمل جيم احسن منك واسرع منك مجرد هو ما يفهمش اصلا بروجرام مجرد ان هو استخدم تول اسهل وعملت عمل الجوب مع ان هو اللي ما بيفهمش بس هو في الاخر عمل الشغل احسن منك انت كنت عايز تاريخ اختراع العارف بس انا هتكلم في الجيم انجن هو المفروض كان قال ان ممكن اسالكم سؤال في ال في البرزنتيشن يبقى عليها جايزه تشيلد فابقوا ركزوا ممكن تكسبوا تشيلد قبل ما نفكر ايه السؤال اللي هسأله فيعني ايه يعني جيم انجن؟ شو السؤال بس او كيم انجن بتبقى مسؤول عن ايه مثلا؟ هو بعض التولز اختزلت يعني مثلا قوانين الفيزياء وبمعنى صح ما مش هعيد اختراع الجيل من اول دي هو بيديني شويه تولز اقدر اعمل بيها جيمز بسهوله من غير ما اقعد اكود بقى من اول جيل الفيزيكس الاكس واي بالذات والروتيشن والحاجات دي كلها ماشي جميل انت عندك راي ده او جاب ده اللي احنا متفقين عليه يعني ان هي الجيم انجن هي مش شرط الاي دي حتى هي مجرد الجيم انجن ده مثلا هو مفيش تعريف صح يعني مثلا تعريفي انا شخصي ان هي الجيم انجن هي عباره عن هي ممكن لو حط انالوجي ليه بيسموها اصلا انجن يعني زي في العربيه ايه اللي بيحرك العربيه؟ الموتور انجن نفس الحكايه في الجيم ايه اللي بيحرك الجيم هو الانجن الانجن بيبقى مسؤول على الريندرنج دي مثلا دي اهم حاجه الجيم انجن بيعملها لك يعني ان انت تحط حاجه على الشاشه انت لو مش لو بتحاول تعملها انت في سكراتش دي اللي هو هتتعب لو هتقعد تبني انت ريلينج سيستم من اول فمعظم الوقت يعني لازم دي حاجه لازم تكون في الجيمنج بتاعتك
الاوديو طبعا انت تشغل الاوديو الجيم بتاعتك دي حاجات اتنين دول اللي هي مش حاجه سهله يعني. وانبوت لو ان كان كيبورد انبوت، ان كان كنترولر، ان كان تاتش سكرين، ان كان اكسلرومتر، كل انواع الانبوت مهم الجيم ايجنت تقدر تديها لك. تقريبا دي مثلا تلات حاجات اساسيين ان انت كده خدتهم خلاص ممكن تعمل جيم. في حاجه ممكن اضافيه كمان زي مثلا فيزيكس انجن زي ما قلنا، لو مثلا كوليجن بين جيمز دي اكتر حاجه دايما بتتعب الناس في الاول، لان انت انت تعرف ان الكاكت بتاعك لمس الحيطه محتاجه ان انت شويه مهارات فيزيكس ف وكوليجن ريزولفنج. وانا بتقعد تعمل انت كل حاجه من الاول تاني وطبعا كل تقريبا كل جيم ما فيهاش كوليجنز ففي جيم انجن تكون معطوب فيها. فونس دي برضه حاجه يعني ممكن ما تفكرش فيها قوي، بس لو انت دي تبقى مشكله ساعات يعني. ففي الجيم انجن تكون بتهندل فونس كويس دي تبقى حاجه. وانيميشن دي برضه حاجه اضافيه عاده انت بتعملها مع نفسك. معظم الناس تعمل سبريتش انيميشن بس ممكن نتكلم فيها اكتر. في الجيم انجن عاده ممكن ما تلاقيش كل حاجه موجوده، هتبقى انت بتلاقي حاجات من دي موجوده وانت بتعمل الناقص او انت بتلاقيها كلهم جاهزه وبتبني عليها. طب ازاي نبص على ايه اللي نبص عليه في الجيم انجن؟ هي البرفورمنس بتاعها ان هي تكون تقدر تديني السرعه اللي محتاجها الجيم، لان اهم حاجه في الجيمز دي اظن بيخليها بروجرام بتاع جيم اصعب من زي ما قال اصعب من اي مجالات ثانيه، ان انت كل الكود بتاعك لازم تقريبا كل الكود بيرن ستيمر في السنه. فلو الكود بتاعك بطيء شويه الجيم هتلاقيها كانت بطيئه الجيم هتبقى وحشه مش عارف. فانت لو غلطه واحده او مش ما عملتهاش اوبتمايزنج كفايه دي مشكله يعني. اي حاجه ثانيه لو بتعمل بروجرام بتعمل اي حاجه ممكن بروسس بطيء، ممكن معظم الوقت يبقى حاجات اون باتنز، فدي مش حاجه اي حد ثاني بيواجهها يعني. البورتابيلتي اللي هو لما تيجي مثلا عملت جيم على كمبيوتر حلو عايز تنقلها مثلا على بتاع بي سي عايز تنقلها على ماك، لو ده حوار لو لازم تبنيها من الاول تاني يبقى دي انجن مش كويسه يعني، هي ما بتشتغلش مثلا على البي سي. او مثلا في حاجه دلوقتي اللي هو لو بتعمل جيم على اي اس واندرويد نفس الوقت تقدر تبنيها من الاول على الايفون تبنيها من الاول على الاندرويد، دي طبعا هتفيد جدا يعني. سهوله استخدام الانجن وديفلوبر سبورت اللي هو ان انت محتاج او كوميونتي سبورت عامه يعني، انت محتاج حاجه واقف حاجه معاك ان تقدر تلاقي في ناس هتساعدك يعني مش هتتوه يعني. ايه عيوب ومين اهم واحده في الكريتيريا دي؟ كلهم كلهم مع بعض. طب ماشي عيوب البرفورمانس. واظن معظم الناس بتبص على البرفورمانس زي ما بتقول يعني، انت بتيجي مش تعالى نقارن انت بتقارن ازاي الجيمز احنا الاول كل الناس بتقولنا كل الناس بتقول سي بلس بلس. طب ليه يا اخي؟ ليه؟ هي عشان سريعه عشان اسرع حاجه عشان اي حاجه ثانيه مش هتعرف تقول لك البرفورمانس اللي عايزه. طب ماشي معاك ان هو شوف بس هي كل حاجه. انا شخصيا ناس كتير قوي بتقول البرفورمانس اهم حاجه لان اي حاجه ثانيه ممكن تتصرف فيها يعني، بس لو اللغه نفسها بطيئه يقول لك كده. انا شخصيا شايف لا، شايف ان الايز اوف يوز هو اهم واحد. ليه؟ ايوه على فكره على تشويس التول ديبندز، اختيارك للتول بيعتمد على التول نفسها وعلى انت شخصيا امكانياتك انت. ليه بقى؟ احكي لكم كويس. كونسنت جوز انت عارفين قلنا كانت بتاعت جيم ونجحت معانا كنا عايزين نعملها كجيم حقيقي ماشي؟ فكل الناس كنت انا كنا عارفين ان كل الجيمز الحقيقيه كانت سي بلس بلس فمش فلاش، فلاش ده مش جيمز حقيقي ما يقدرش يعمل، حتى لو مش بنشوف جيمز كتير على ستيم معموله بفلاش هو اللي ما كانش فيه اللي هو يبقى اكيد ما ينفعش تعمله بفلاش، فلازم تعمل سي بلس بلس تعمل جيم حقيقي. مع ان انا عارف ان انا بفلاش اقدر اعمل اسرع كتير جدا، الفلاش لا ممكن اشتغل اسرع كتير جدا من اقدر اشتغل بسي بلس بلس. بس اللي هو بص ابعد كان تومي ريفرنس ده اللي عامل البروجرام بتاع سوبر ميت بوي كان عامل زي اسمي يعني في كده اللي هو كان جاف اسئله اي حد يسال اي حاجه بيجاوب. فانا رحت سالته هو انتوا ليه عملتوا سميو سي بلس بلس؟ ليه ما عملتوهاش بحاجه زي فلاش او اي حاجه ثانيه؟ رد عليا قال لي ماي فريند دونت اندستاند بروجرامينج لانجويج. عشان تاني يعني ما تفهمش حاجه. قلت ماشي الراجل ده راجل جامد قوي واكيد انا مش فاهم، اكيد في حاجه اكيد في سبب لازم يبقى سي بلس بلس.
رحت سكان سي بلس بلس، قعدت كده تقريبا شهر ولا حاجه بكتب انا اللعبه بتاعي الاوبن جي ان اس دي ان بوكس. دي اوبن جي ان ده الراندنج انجن محدش عارفه او مش عارفه، اس دي ان هاندل الانبوت وبوكس دي بيهاندل فيزكس. فانا كنت بعمل كل دول بحيث انا عندي كل المحتوى ان انا اعمل جيم. كان عندي كنترول جديد كتير جدا وكنت شغال دول كنت بستفيد كتير جدا وكنت مبسوط صراحه يعني. بس لقيت ان انا قعدت تقريبا شهر وفي الاخر كان عندي جو بيجي وينوت وانيميشن وكل حاجه، بس قعدت فيها شهر كنت ممكن اعملها في يوم فلاش. فقلت لو كده مش هخلص كده عمرها تجي وعمرها تخلص، وحتى لو خلصت هتبقى مش حلوه زي ما انا يعني. ممكن في الشهر ده كنت عملت حاجات اكتر بكتير واحسن في الفلاش، كنت هقدر اركز على الجيم مثلا حلوه مش على الانجن تشتغل. والمشكله كلها كنت ماشي كنت بقول يمكن ربنا يسهل ونكمل. لما قلت هبطل ستيم سي بلس بلس لما الجيم فات لقيتها في لاج لقيتها بطيئه، اللي هو ازاي اصلا سي بلس بلس يعني هي اسرع حاجه وهاكل يعني. انا تعبت نفسي كل ده عشان فلاش. انا عارف المفروض هيلاج لو حطيت فيها كتير، ازاي سي بلس بلس بتلاج؟ ايه اللي بيحصل؟ رحت سالت لقيت ايه؟ لقيت ان انا لا هقول لك يعني ان الفكره ان انا كنت مثلا بعمل حاجه اسمها فورد ريندرنج، اللي هو كنت كل مره كنت مثلا برسم 500 جو عشان اشوف اقدر ارسم قد ايه الانجن بتلاج. جبت 100 بتلاج. ايه اللي بيحصل؟ لقيت ان انا عشان ببعت الايمج للجي بي يو في كل فريم فهي بعتها مره واحده بس. قلت ماشي لقيت عندي كذا ايمج مختلفه. قال لك لا، فانت المفروض بقى تحطهم كلهم في اطلس واحد في ايمج واحده عشان تبقى تبعت الايمج الكبيره دي كلها للجي بي يو وترسم حته منها. ماشي لو افرض عايز اتحركها. كان في بقى كل حاجه كان فيها لو هي اوبتمايزيشن وليها دراسه وليها حوار يعني. فلقيت نفسي ان انا عشان هي سي او سي كانت فعلا سريعه جدا، بس عشان انا اجيب السرعه دي محتاج كنت انا عندي خبره وانا فاهم ايه اللي بيحصل في الانجن ومحتاج ان انا اقدر اقع كمان. بعد كده كان وقتها كان حتى الفلاش كان عاملين ستيج 3 دي اي بي اي، كان في هاردوير اكسلريشن، كان لقيت حتى طلعوا ديمو كان هيطلع 10000 موفينج اوبجكت وبيوتيت مش عارف ايه و60 فريمز بس. فلو قلت يعني انا مش هجيب 50 سي بلس بلس وفلاش اهو بقى اجيب 10000. فرحت انا متعصب، رحت سالت تومي ده تاني كان لسه شغال، قلت له انا سالت قبل كده قلت لي انا ما بفهمش. ماشي انا معاك ما بفهمش، بس قول لي ليه؟ طيب قول لي ليه؟ ايه المشكله في فلاش؟ ليه ما عملش جيم فلاش؟ قال لي مفيش مشكله غير ان مجرد ان هو ما بيعملش اكس بوكس جيمز وان هو عنده لارج كود بيس. هو كان بقاله سنين بيشتغل في سيرفس بلس فعنده خبره فيها وعنده كود اوريدي مكتوب بيعمل كل حاجه هو محتاجها وعشان يتعمل اللي هو عايزه. فحس حاجه كده يعني هو معنى كده ان هو اختار سيرفس بلس علشان هو يقدر بسيرفس بلس يعمل حاجه اسرع واحسن للتارجت اللي هو عايز يعملها اللي هو الاكس بوكس، وهتشتغل اسرع من فلاش ان هو عنده كود بيس بقاله سنين شغال عنده اصلا اوريدي جاهز، فمش محتاج يجيب انفنت ويل. فاختيار ان انت تعمل جيم سيرفس بلس للشخص بالظبط حسب انت شخصيا خبرتك وحسب انت عندك كود بيس او حسب انت الفكر بتاعك. فاهم؟ ده اللي اتعلمته يعني من المواد ده. ليرن ات هارد ضيعت شهر، فيا ريت يعني لو مش لازم تضيعه. وما تسمعش كمان لو حد يقول لك ايوه ليه انجن اللي هو مفيش حاجه اسمها احسن تول او احسن تول مطلقه كده. في احسن تول للشغل انت عايزه واحسن تول ليك انت شخصيا حسب انت اكسبيرينس فيه. يعني انت لو انا مثلا انا بقالي 60 بشتغل فلاش، فلو انا بفلاش ممكن اعمل حاجه احسن من اي حاجه ثانيه، فممكن ده يبقى اختيار ليه احسن من مش لكن واحد ثاني مش شرط ان هو اول مره يستخدم فلاش مش هيبقى كويس. وحاجه مثلا ثانيه في ناس كتير قوي بتبص للكود مثلا زي فلاش ويب مش بروجرام حقيقي، او حاجه مثلا زي جيم ميكرز ويب دول مش بروجرام حقيقي، ده مش جيم حقيقيه انت مش هتعرف تعمل حاجه بيها مش عارف ايه. وسي او هي الكينج ومش عارف ايه. لكن انا بص على جيم جامز دي الجولدن دير التوب جيمز اللي كسبت يعني دي مثلا كسبت توب على 1600 جيم تانيين يعني. واحد اسمه تالي زوز دي كانت في اخر جولدن دير كانت معاه فلاش، لعبه اسمها برو تيم كانت معاه يونيتي، لعبه اسمها انسايد مارين معاه جيم ميكر، لعبه اسمها تاني تيم جيم ميكر انسايد مارين جابت تاني انوفيشن، وتاني تيم جيم ميكر جابت اول انوفيشن اللي هي بتاعت انا ولو كنت مش عملتها كان هم كانوا هيجيبوا اول يعني. وفي دي جيم اسمها تو ذا مون، دي جيم واخده انت شايف تحت الاوردز بيست اوف 2011 من جيم سبوت، واخده واير توب 20 جيمز، واخده اندبندنت جيمز فاينلست، وكل دي معموله بجيم ميكر ار بي جي جيم ميكر كمان.
و يعني مفيش اي بروجرامنج تقريبا يعني وعمر واحد بس هو اللي عمل. فتخيل لو كان واحد ودي الفكره في جيني اللي عجبني انا عجبني القصه بتاعتها مؤثره جدا يعني. فتخيل لو هو كان بيحاول يعملها بسرعه بسرعه اي حاجه ثانيه كان حقيقي يعني هيطول اكتر بكتير جدا كان ممكن ما اعرفش يعملها لوحده وكان عمرها ما هتبقى ما كانتش هتبقى عندنا يعني لو كان الناس كلها بتقول ما ينفعش يعمل جيم حقيقيه بجيم ميكر يعني. فنبدا نبص على التولز. اول تول بص عليها فلاش. ليه ممكن تستخدم فلاش؟ فلاش لغايه دلوقتي هو اسرع يمكن اسرع طريقه انك تعمل بيه حاجه يعني انا مقتنع وده يمكن بايس شويه عشان انا بقيت شغال فيه يعني بس هو فلاش اليوم بيديك كل حاجه جاهزه من ناحيه يعني انت مش هتحط حاجه على الشاشه في فلاش في نازل كود مش هتحط حاجه على الشاشه في سيوس بلس اوبن جيت اللي هو كان حوار يعني والديستريبيوشن اللي فيه جميل قوي يعني انت مثلا كل حاجه تقريبا كل حاجه براوزر عليها يعني ده فلاش بير كنت بروح تعمل جيم هتلانشت اي حد هيقدر يلعبها والحته الثانيه في الديستريبيوشن مش موجوده عند حاجات ثانيه ان فلاش ممكن تستريبيوت كل حاجه في ريزن بي اف واحد بس يشتغل على كل حاجه. حلو؟ لو قلت لي بس اتش تي ام ال 5 ما هو برضه بيشتغل على كل البراوزرز وكده بس اتش تي ام ال 5 ممكن يبقى فيه مشاكل على براوزرز مختلفه ممكن براوزر يكون يشتغل فيتشر دي والبراوزر لا فاضطر تعمل كومباتيبلتي للحاجات دي يعني فلاش ما فيهوش اي مشاكل حتى هنا فلاش بير معمول لكل حاجه. ومن ناحيه ان هو مفيد ان انا مثلا على كده لما جيت اشتغل في كونسنجو جديده مش في فلاش بس لو البروجرام اللي انا اتعلمته فيها فايدني في كل حاجه ثانيه يعني انا حاسس ان هو فلاش جميل ان هو مش بيتعبك بالديتيلز بتاعت ازاي الرندنج بيشتغل بس انت بتتعلم ازاي اللغه الجينرالز بيشتغل البروجرام اللي انت هتتعلمه فيه مفيد لحاجات ثانيه. وفلاش عامه انا عايز برضه اقف فلاش ممكن مفيد يعني في مثلا سمعت ان هو سمعت ان فلاش از داينج وخلاص فلاش هو اللي هيكسب وكلام صح؟ في النهارده. كان الاول نقول لا او فلاش شغال حلو بس ده يبين ان هو اتش تي ام ال اكسل بس دي معنى ان مش هيبقى فيه فلاش بلاير سبورت مش معنى فلاش عموما جوه لان فلاش لسه كتول مفيد قوي حتى وانت مش شايف فلاش جيم يعني احنا مثلا في كونسنت جديده مش بنعملها فلاش بس لسه بنستخدم فلاش في الانيميشن والرسم وحتى في حاجه بقى برضه جميله قوي كان لعبه اسمها كاس كراشز لو حد يسمع عنها دي كانت برضه مع الاندي جيم سبريد واكتر حاجه الكيس بتعملها كده كنت بسالهم عملتوا الحاجه ازاي؟ الانجن كانت بتبقى سي بلس بلس لكن الجيم لوجيك والليفلز معموله بفلاش واكشن سكريبت 2 طب اللي هو ازاي شغال ودي على بلاي ستيشن طب ازاي شغال فلاش على بلاي ستيشن؟ قال لك عملوا حاجه جميله قال لك عشان لقوا ان سي بلس بلس فعلا هيطور معاهم فهو كان بيكتبها باكشن سكريبت وديزاين عشان الاي دي بتاع فلاش حلو ممكن تحط فيه لكن حاجات هو واحد من التيم كتب بارسل بسي بلس بلس بيكمبايل الكود بتاع فلاش وياخد الداتا منه ويران في سي بلس بلس فعشان يعني مهما كان يعني دي كانت حاجه جوهريه وما كنتش مصدق برضه يعني بس فمهما كان وحتى في بقى حتى مش في حاجه كده يعني في كده كيس كتير قوي ان هو الجيمز اللي هو بيعملوا انيميشن بيعملوا ازاي بيعملوا فلاش بيكسبورت الانيميشن داتا على بحيث ان هي كمثلا جيسون او اكس ام ال او اي حاجه بحيث ان هو يقدر يستخدمها في الموبايل جيم بتاعه. فحتى لو مش كده فلاش جيمز فلاش مفيد يعني هاي كل حاجه دي. عارفين يعني فلاش عامه جيمز بس مش شرط حتى يعني في ناس بتقول لك فلاش ما ينفعش جيمز كبيره. دي جيم اسمها ماشينيرا على ستيم دي ما هو فلاش. وبتباع على ستيم وكداونلود للجيم واللي هو لو انت لعبتها ممكن ما تعرفش ان هي فلاش يعني الجيم معموله فمش شرط عشان ما فيش جيمز كبيره كتير معموله فلاش مش معناها ان هو ما يقدرش يعملها معناها ان هو ما حدش بيعمل الناس كلها بتفضل حاجات تولز او بتعملها مش معناها ان هي ما ينفعش تتعمل. في بايننج اوف ايزاك دي برضه التيم بتاع سوبر بي ون او ادمن ده اللي كان عاملها يعني برضه جيم كتير قوي على ستيم برضه معموله فلاش. وحتى دي اللي كنت بقول عليها ستيج تي دي اي بي اي ده في هاردوير اكسبريشن عشان دي كان عشان ادوبي كانت عايز تكمبيت مع يونيتي والحاجات اللي طالعه جديده عملوا لك هاردوير اكسبريشن بيشتغل ممكن تكسبورت من فلاش على اي او اس واندرويد وفي 2 دي 3 دي وجميل قوي وهيكلمنا اكتر احمد في التوب بتاعته على الاكسبيرينس بتاعه مع الايفون مع فلاش. ليه ممكن ما تستخدمش فلاش؟ ايه اللي ان انت معتمد على ادوبي ان هو مش اوبن سورس يعني فممكن مثلا يجي يوم من الايام يقول لك ادوبي ستوب سبورتنج فيتشر معينه مش هتعرف تعمل حاجه. دي حصلت لما كان في مشاكل مع ايفون
كان اول قالوا هي هنعمل فلاش اكسبورت بعد كده قالوا لهم لا خلاص بعد كده هيقعد تاني كده يعني. وليه اللي هو الاي نفسه مش ستيبل قوي يا معلم يعني لما تيجي تعمل بروجكت اكبر تلاقي معاك مش ستيبل بيحصل كوربشن في الاي اس هو مش معقول ان هو في حاجات كبيره قوي كده بس لو مش هتستخدم الاي دي نفسه ده ممكن فلكس او فلاش بيلد لو حد عارف الحاجات دي ممكن مش كده معايا يعني. في بقى هاكس حد يسمع هاكس؟ هل؟ هيا ماشي هاكس لغه جميله جامد جدا هاكس مالتي بلاتفورم اوبن سورس بروجرامينج لانجوج ده دي سبيل اول صوره موجوده على السايت بتاعهم اللي هو جايب لك شغال على لابتوب شغال على اي او اس شغال على اندرويد شغال على تابلت نفس الابلكيشن اللي بتكتب كود مره واحده تسلوب بتاعهم وان لانجوج افيور تكتب كود مره واحده كومبايل كل حاجه فاللي هو لما اول بص حاجه تقول حاجه اكيد في مشكله او اكيد مش طب ليه الناس مش تخدمها يعني هنجيب هدي بس لو اول دي مثلا فيتشرز ثانيه هي مالتي بلاتفورم ممكن تشتغل على مكتوب انا بس الصغير شويه جافا سكريبت فلاش بي اتش بي سي بلس بلس سي شارب جافا كل الحاجات دي ممكن تكسبورت من عليها هاكس ممكن تقول لي هي بطيئه بس لا لان هي هاكس الحلو فيها ان هي بتكتب كود هو بيكمبايل نيتف يعني انت ممكن تقول له عايز سي بلس بلس هيطلع لك سي بلس اصلا كود وانت ممكن ترنه بعد كده نيتف يعني عادي خالص يعني السنتكس بتاعه حلو واوبن سورس لو في حاجه ناقصه خش انت اعملها مفيش اي مشاكل يعني ده مثلا اكزامبل هاي وورد اللي فيه شبه جدا الرياكشن سكريبت بتاع فلاش لو حد عملها سهل يعني جيمز مثلا معموله بيها بيبر سبيس اللي اتكلمنا عليها معموله بهاكس ده عشان حاجات شكلها حلوه كويسه حاجات كوميرشال حاجات نظيفه وزي ما انت شايف لو سهل لو انت تحطها على كل البلاتفورمز يعني ليه ممكن بس ايه حاجه غير الوحشه في هاكس بقى كل حاجه جميله اهو يمكن حاجه غير الوحشه الصعب هي السبورت اللي فيه مش كتير قوي ان مفيش سكيل تستخدمه اكتر واحد ممكن يساعدك فيه اللي هو اللي عامل هاكس نفسه هو بيبعت لك فورم في اي وقت عندك اي مشكله بتسال هو ده هو الوحيد اللي بيجاوب دلوقتي بس دلوقتي هو ده كان من اخر مره شفتها يعني دلوقتي بدا في ناس اكتر بتستخدمه بس هي لسه برضه الكوميونتي بتاعتها بدات تكبر يعني بس انا شخصيا انا لو يعني لو عامل بروجكت على الموبايل او اي حاجه اعرف كذا واحد بيعملها شغالين على هاكس وعندهم شويه مشاكل يعني هي زي ما بقول لك مثلا ممكن مثلا حصلتي انا كنت عامل جوب في الهاكس ده بس المشكله ان انا كان عندي مشكله مثلا مش عارف صلاحها جاي بسال لقيت واحد يعني بيقول لي طب ايوه دي مشكله دي باج خش في السورس صلحها اللي هو انت بيعتبروا الناس اللي بتستخدم هاكس اذكياء لدرجه ان هو لو في مشكله انت هتخش في السورس صلحها فانا قلت انا مش قد الحوار ده بلاش سيبها دلوقتي بس دي لو انت يعني لو انت شايف ان دي حاجه حلوه انت تخش السورس صلحها يعني اه اوبن سورس اوكي وجميله ومفيش اي مشاكل يعني حتى لو ما تقدرش تقول اوبن سورس موجوده تحت فهاكس جميل يعني وكونجرس ممكن انت مش محتاج تقول اباوت يعني اصل اي حاجه ثانيه فيها بيقول لك ممكن اكسبورت برضه اي او اس واندرويد وكل الحاجات دي بس ممكن ما تبقاش از سريعة او يبقى فيها مشاكل تانية يعني زي ما قلنا هاكس الميزة الوحيدة اللي فيه ان هو بيديك الكود نفسه من نيتف ممكن تلعب فيه لو انت عايزه ماشي يونيتي بقى اكتر حاجة مشهورة يعني واكتر حاجة بوبيلر ليه بيستخدموا يونيتي؟ تقريبا اسهل طريقة ممكن لو عايز تعمل فيه دي جيم انجن غير فيها كل الحاجات الاساسية فيها حاجات كتير قوي بري بيلت اصلا اوريدي وعندها الاسد تقول حتى لو حاجه مش موجوده اوريدي في الانجن ممكن تخش لاي حد عملها تشتريها منه جاهز او ممكن حد فري موجود كتير بتكسبورت لكل حاجه يعني الويب الديسك توب بي سي ماك لينكس اكس بوكس كل حاجه بتخيلها ممكن تكسبورت عليها اليونت يعني وناحيه كود ممكن تكتب كود جافا سكريبت ممكن تكتب سي شارب تكتب يونتي سكريبت حتى عندهم اي حاجه من الحاجات دي جيمز معموله بيونت زي دي جيمز مونيمنت فاليو لسه قريب شكلها حلو قوي جيمز انا شايف في جيمز 3 دي كده حلوه جرافيكس جميله هي مش يونيتي مش مصدر حاجه طب ليه ممكن ما استخدمش يونيتي يعني هو في اسباب انا عملت عايز اقول بس انا ما استخدمتش يونيتي ما عنديش كلام كتير فيها بس ممكن سوفت وير ديلاي سوفت وير عادي اي سوفت ممكن ياكل وقت عن يونيتي بس انا مثلا سوسيال حاجه انا قريت عنها ان هي عشان انجن متكفله مش اوبن فانت لو في حاجه مثلا انت عايز تعدل فيها ممكن تقف في رود دوك تعمل الورك اراوند حواليها يعني او تقدر تعيش بيها كده
حاجه تانية هي مش معقوله ال 2 دي معقوله 3 دي. لما جيت تعمل 2 دي جيم كانت كنت بتعمل 3 دي جيم بس تعمل كاميرا واقفه بعيد وكل حاجه بتبقى واقعه تكستشر. بس هما لسه عاملين 2 دي مود اللي هي المفروض بتسهل التكستشر. ال 2 دي مود حلو كويس صلحها مود صلحها الحته دي. دي ممكن حتى يعني لو في ناس في ناس تحبش يوتيوب ده بيقول لك عشان يخليها سهله قوي فبقى في كتير جيمز كتير قوي كوبي كاتر اللي هو واحد ما يعملش اي حاجه ياخد البيلد اوريدي يعني يزود فيها شويه حاجات تعمل جيم يبقى عندك جيمز كتير قوي شبه بعض او نفس الاحساس. بس انا مش شايف دي حاجه وحشه قوي يعني انت لو في تول ممكن تسهل لنا الموضوع يعني ايه المشكله هو كده كده لو انت عايز تستاند اوت هتضطر تشتغل وتعمل حاجه احسن يعني دي اختيار برضه حلو. في ده في ده شير فايف ليه شير فايف مجرد ان هي عشان هو اتش تي ام ال اصلا فهو بيشتغل على كل حاجه البراوزر وات ايفر ات از يعني الكمبيوتر او الموبايل او اي حاجه. ومن ناحيه اللي هو جوه هو قوي يعني دي انريل انجن في جافا سكريبت و اتش تي ام ال 5 وشغاله ف دي حاجه. في طبعا فريم وركس تساعدك اتش فايف مش هتكتب اتش فايف رو ده اسمه فيزر ده بلاش لو باين بيديك بقى كل حاجه يعني زي ما انتم شايفين بيديك فيزيكس انيميشن بارتيكلز كاميرا انبوت ساوند بلجن سيستم ديفلوبر سبورت بتاعه حلو والكوميونتي حلوه فده حلو بلاش سهل قوي يعني انا جربت حتى كنت جربت اعمل بيه قعدت مثلا ربع ساعة أو نص ساعة عشان أسيب كل حاجة وأعمل جو بيجي منه فكانت سهلة جدا. في ده امباكت دوت جافا سكريبت ده يمكن أحسن بسبب فلوس يعني ده في جيمز كتير بستخدمها ده ممكن برضه ورث أنت تبص عليه أنا هحط لكم زي ما أنت بحط لكم اللينكس ده ممكن تبص عليه. جيمز معقولة اتش تي ام 5 كارد دروب اللي كلنا عارفينها الويب فيرجن منها عاملينها ب اتش تي ام 5 ففي ناس كتير بتستخدم اتش تي ام 5 دي ممكن تستخدم اتش تي ام 5 زي ما قلنا اللي هو الكومباتيبلتي مع البراوزر ايشوز مش شرط ان كل كود بتاعك يشتغل كل حاجه كل براوزر كل سيت اب والفكره ان هي جديده دي ممكن تبقى حاجه حلوه وحشه في نفس الوقت يعني هي ممكن وحشه ان مثلا انا اعرف مثلا ناس شغالين ب اتش تي ام 5 بيعملوا جيمز مع كروس كود دي تم اكبر جيم هي معظم جيمز اللي شفتها هتشوفها دلوقتي اركيد وحاجات صغيره دي واحده ادفنشر وطويله وكبيره فمفيش حاجه مثلا زيها فهم كل شويه يجيلهم مشكله مش مفيش حد يسالوه فبيضطروا هم اللي يحاولوا يشوفوا الحل وهم شغالين ده بلوج باي حاجه حلوه بيكتبوها عشان ناس ثانيه تصلحها يعني فهي ممكن وحشه من الناحيه دي لكن حلو من الناحيه انت لو عملت حاجه انت اول واحد تعمل يعني ليك فرصه تبقى اول واحد تعمل حاجه كبيره فيها انت اول واحد تعمل حاجه تبان فيها واللي فيها اوبورتيز كتير مثلا في ناحيه الماركت لسه مش اكسبتد كده. في لوف دي يمكن ما حدش يسمع عنها قوي. لوف دي اللي احنا بنعمل بيها كونسيرن جو. اشمعنى يعني؟ يمكن اول حاجه عشان تقول الجيم بتاعتي عملت الحب. دي على فكره دي على فكره لو ناس يعني ناس شايفاها نقطه بس انا لما كبرت فيها كان سبب يعني ان احنا لما رحنا جي دي سي كان الناس كانت بتيجي تسالنا الجيم بتاعتك معموله ليه؟ بقول له جيمز ميد كلوب ايه يقعد يضحك كده بعد كده يقول لي لا بجد بقول له بجد معقول ده ساعد في ايه؟ طب في حاجات يعني عملت نقطه لا ان انت بقيت حاجه يونيك بقيت بقى تخيل انت دلوقتي راجل بتاع بريس عايز تكتب ارتكل اللي هو ممكن تكتب اي جيم بس في جيم اللي هو ممكن تكتب تايتل كونسيرن جو ميد بالظبط دي هتجيب لك فيوز يعني انت كجورنالست عايز تكتب حاجه زي كده او حاجه اصلا جديده حاجه ما حدش استنى من كده يعني تقريبا ما كانش فيه لما جيتس ما كانش فيه جيم كوميرشال معموله بلوف يعني لسه اصلا في البيت يعني هي كروس بلاتفورم بتشتغل على بيس ماك لينكس اوبن سورس هي اصلا مكتوب سورس بس هي لوف عامة يعني انا ليه ان انا كنت لو فاكرين كنت بحاول اعمله بسي بلس بلس كنت بحاول اعمل رابر ما بين اوبن جي ال واس دي ال بوكس ودي ما كنتش عايز حاجه زياده انا كنت عايز بس فهو ده بالظبط عباره عن رابر بين الثلاث دول ما بيعملش حاجه ثانيه فده بالنسبه لي كانت بيرفكت قوي ما كانش فيها حاجه زياده مش حاجه تتعب الدنيا هي سهله يعني تستخدمها والكوميونتي بتاعتها حلو جدا يعني لو حتى كان على فكره كان عندي مشكله
اللي هي الجي سي كانت الجيم مش بتشتغل صح. لما توصل الاخر تيجي تشتغل كان في حاجات مش بتستورد في الميموري بالفلود ومشاكل كده وعاد بطل معاها الجي سي بكره انت هتعرف دور اللي هو جيت قعدت طلع على الفورم حواليه لقيت اللي عامل لوف دخل كان سكيب سكيب كده اللي هو لما انا هخلي كيب تقفل وباش كيب تفتح تاني راح عملها لي كده في 5 دقايق قال لي خد يا ابني واللي هو انقذ انقذ حياتي وكل شويه اللي عامل لوف بيدي ساعدني وبيسا مش حتى مش حتى احنا بس الناس كلها يعني طبعا والكوميونتي حتى حلوه ايه؟ لغه ان هي الانجن نفسها بتبقى دي حاجه ما كنتش بتستنى مش حاجه بتستنى فورس تيوز دول دي حاجه لازم تنزل هي لغه انترستنج شويه يعني بس انا اتعودت عليها يعني اصل هي حاجه مش بتنزل قوي زي اللي هو زي بايثون كده مفيش فاريبل ديكريشن مفيش فاريبل تايبس دي كانت مشكله عندي انا مثلا كنت قبل كده بشتغل بايثون سكريبت 2 كان فيها نفس اوردر فانت لو كتبت مثلا لو عملت تايبو في الفاريبل مش هيقول لك ايرور هي الفاليو بتاعها نل فانت ممكن تقعد ساعه بتدور على المشكله عشان في الاخر تعرف ان هي نل بس عامة سهلة يعني مثلا لو شايفين الكود مثلا عايز ترسم حاجة لو في جامد دوت برنت لما تلود ايمج درو الايمج ساوند سهلة يعني اللي هو أكتر مثال ممكن أديكوا اللي هو معمول اللوف يعني هو كونسنجر ودي حاجة برضه تانية إن إحنا اختيارنا اللوف اللي هو مكانش فيه ناس كتير بتستخدمها فإحنا قدرنا إن إحنا نستاند أوت فيها لدرجة إن إحنا حطونا على الفرونت بيج في الشو كيس كإكزامبل اللي هو ايه ممكن تعمل جيمز زي ايه بلوك فده ادانا اكسبوجر برضه حلو اللي هو في ناس كتير قوي بتفتح لهم بيتش بلوك يشوفونا يجوا عندنا جيم دي برضه اكتر جيم تاني مشهور عمال بلوك دي واحد عمل جيم ماري ريبورت انت ماري بورت جن و هي فن يعني كده حلوه كده طب ايه اللي ايه حاجه وحشه في بلوك؟ هو ما فيش موبايل ما فيش ويب هو موبايل البي سي ماك لينكس يعني داونلود وده شغال عشان كنا عايزين على ستيم كده فده كانت مشكله من زمان الفايل سيستم ليميتد شويه لان انت اللي هو مبنيه على اساس ان هي ممكن تشتغل اي حاجه يعني اي حاجه من ناحيه ان هي من الكمبيوتر للمايكرو بروسيسور اللي هو ممكن ما يكونش حاجه اسمها فايل سيستم اصلا فهو اللي هو ما فيهاش حاجه بيلت ان الفايل سيستم فدي كانت مش مشكله شويه يعني وان هي ان انت لازم تستخدم اللي هو دي حته لو انت في بقى كونستراكت 2 هنا بقى هنخش في الجيم ميكرز لو زي ما قلنا مش عشان هو جيم ميكر ما ينفعش تعمل بيه حاجه لا بالعكس حتى عجبني السلوج اللي هم حاطينها بيقول لك It's great for beginners and powerful enough to let experts work even quicker than by coding لو حتى لو انت مثلا ما تعرفش تعمل بروجرامنج دي هتسهل لك الدنيا خالص حتى لو انت بتعرف تعمل بروجرامنج ده ممكن يخليك تعمل حاجات اسرع من ان انت تقعد في برمجه اصلا ففي الحالتين ممكن هتفيد بيه وبيكسبورت على الويب على الموبايل على كذا حاجه وسريع وسهل يعني حتى في فيديو كان عجبني ممكن اقول لكم اللي هو ازاي تعمل كان ديمونستريشن كان بيقول قد ايه سهل معمول دي لا بس معمول كارميلون على ويندوز 8 كانت الاثنين عملوها نزلوا الكومبيتيشن وكسبوا الكومبيتيشن دي وكان معمول الكونستراكت ما هو يعني في حاجات حلوه الناس اللي هو يعني انت بتقدر تعمل جيم في دي يعني حط ده مثلا انمي او بوس او يعني ده كاركتر
اليوم مثلا اشتغلت في الباك جراوند اشتغلت في الوحش التاني والكلاير شوية بلوكس يعني عشان بيقول له عايز البلوك دي تبقى سوليد وعايز هو انت عايز مثلا لما يقع ما يقعش ويشتكي عايز يرجع تاني فوق هيخش في ايفنت في ايفنت كل حاجه قال له لما يطلع بره الشاشه هيعمل ايه؟ طلعه تاني شايف يوم في دقيقة عمل لك يعني فهو ممكن يبقى فن يعني حتى مثلا لو انت مش شايف مثلا انه ممكن يعمل جيم كبير او اي حاجة ممكن تستخدمه في الانتيت البروتوتايب حاجة يعني انت عندك فكرة بس بقى لما تبتدي تخش في الانجن والتولز والديلة والحاجات دي جربها الاول في السريع كده في جيم ميكر هتاخد منك يوم شكلها حلو وجربتها مع الناس حلو ماشي يخش على اخش اجيب حاجة في ناس كتير قوي بتعمل كده عامة يعني في البروتوتايب اعرف مثلا واحد عامل حاجه اسمها Monday Micro كل يوم كل اثنين بيعمل بروتوتايب من جيم بجيم ميكر جيم ميكر اللي هو بقاله مثلا 3 شهور بيعمل كده بقى عنده مثلا بتاع 12 فكره جيم في حبه مش حلوين في حبه طلعوا معاها حلوين جدا وممكن بعد كده يطورهم ويعمل بيهم حاجه ف وجيم ميكر فكانت سهله فليه ممكن ما تستخدمش كونسبت تقول حاجه واحده عشان دي بقى دي هتنطبق على كل الجيم ميكرز اللي جايه يعني هي عشان هي جيم ميكر ممكن ما يبقاش في كل حاجه ليها عليك كنترول وان هي كونسبت مش ببلاش يعني انا مش فاكر بالظبط في برايسنج ممكن تحصل هو فري و250 دولار انا معايا تقديم كل حاجه تشتري مره واحده $250 وتكسبورت على كل حاجه وبيعمل لك ابديت كل اصدار طب حلو ماشي في جيم ميكر استوديو بتاع هيرو جيمز ليه ممكن جيم ميكر جيم ميكر اكسبورت على ويب ديسك موبايل ودي حاجه حطوها قريب بلايستيشن 4 ف دي حاجه اظن اللوفت ريسرس بتاع ترامب مش باين هو جيم ميكر وفي جيمز كتير قوي ايوه معموله جيم ميكر ده بالذات
سوبر جوكس يا رب. في جيمز كتير ناجحه هو جيم ميكر. الحلو في جيم ميكر ان هو مش مجرد بس غير التولز قوي ده زي كونستراكت بيديك فرصه انك تبروجرام تحط النوت بتاعك وين ممكن تبروجرام فيها ايه. فهي يعني في مثلا امثله غير اللي احنا قلناها دلوقتي دي مثلا شو كيس لو فتحت حاجات شكلها حلوه يعني حتى فيها واخد جيم اوف كبير حاجات دي فزي ما قلنا تو ذا مون قلناها في الاول لا بس دي اهم شيء مش زي ما قلنا ممكن عشان هو لو هتكسبورت حاجات معينه لازم تدفع و يعني انا ما اقدرش احكم عليه قوي الناس تنتوش بس هو انا اتوقع يعني ممكن في حاجات الناس تكون عايز تعملها ما تقدرش تعملها عشان في ستنسل ده برضه جيم ميكر ستنسل اكسبورت على فلاش ويندوز ماك لينكس اندرويد واي او اس هو معمول عشان ويب وموبايل فهو دي حته بيعملها حلوه يعني كده احسن من المفروض ممكن ومش هتلاقي اي بروجرام خالص يعني شايف ده بيبقى عامل كده يعني لو كاتبريت الديفنس على بعض مفيش مشكله دي مثلا مش برضه من الشوكيس بتاعهم يمكن مفيش حاجه كبيره قوي بس هو سهل ان انت تستخدمه برضه عايز تكون حاجه لو انت مثلا ما عندكش اي خبره عايز تكون برضه عايز بس انت تخش بس انت تخنت ممكن باي حاجه من دي ميكس دول ممكن تبدا لو وقت النهارده ممكن كمان من اسبوعين هتعمل جيم بسيطه وتحطها اونلاين ببلش ممكن تحطها فيها كمان ادز تكسب منها حاجه يعني انا شايف ده بدايه حلوه قوي لو انت كمان في نفس الوقت هيعلمك هي مثلا ده مش معناه انت حاجه ده هيعلمك مثلا اللوجيك اللي هو في الاخر كده كده انت في البروجرامنج انت فاهم اللوجيك ده يعني فاهم بس انت هنا بتعمله باليو اي وهنا بتعمله بالكود فحته اللوجيك دي هتعلمها ايه دلوقتي فانت ممكن تاخدها كبدايه سهله ونفس الحكايه جيم ميكر عشان هو مش بدايه شغل دي حته ويز منشنج توين ده لو حد عايز يعمل انتراكتيف فيكشن جيمز اللي هو مش تراجيم في الجيم بس حاجه هتبقى قصه ممكن مثلا تختار في النص تعمل حاجه يديك يحصل حاجه ثانيه يعني مثلا بشكل عام كده انت مثلا تكتب باراجراف هنا بعد كده يحصل حاجه تروح للقطع الثانيه وهكذا هي حاجه سهله جدا لو يعني لو دي حاجه انت عايز تعملها توين دي بقى كوكوس دي عارفين مين شاركين كده او مين هتشارك كوكوس دي هو كوكوس دي عامة كان كنت عارف اصلا من على الموبايل على الايفون هو كان كان فريم حلو بس طلع فيه برضه كوكوس دي اكس حلو هو كروس بلاتفورم بيشتغل على اي او اس واندرويد ويندوز وبلاك بيري كل الحاجات دي وكمان على ديسك توب يعني اوبن سورس سريع ان هو بعد سي بلس بلس والحلو فيه ان هو بقاله كتير يعني اللي هو في جيمز كتير قوي بتستخدمه والديفلوبرز بتاعتهم فاهمين هو بيعملوا ايه وعندهم فيلم سبورت حلو وكل حاجه مظبطينها فيه يعني صعب هتلاقي فيه باجز يعني اي حاجه اي مشكله هتلاقي حل بتاعها موجود يعني ده تقريبا ده لو كنت لقيته في الاول كنت ممكن اختاره على الاوت يعني بس ما اعرفش ممكن يكون برضه في مشكله لو جيت استخدمته يعني بس هو شكله كويس وبيعمل كل حاجه انت محتاجها وحاجه ثانيه مثلا كنت ممكن اقول مش هستخدمه عشان هو بيستخدم سي بلس بلس فانا مثلا يعني نعم اللي هو مش هو حلو بس اقل ممكن اشتغل بيه اسرع عشان سكريبت لانجوج فممكن انجز بيه نفسي بس لا كوكس دي برضه ممكن اشتغل بسكريبت لانجوج فوق الكود بيس بتاعك يعني فكوكس دي حلو ام جي اكس برضه مشهور ده جافا وبرضه كروس بلاتفورم ويندوز لينكس ماك اندرويد لابريس ما اشتغلتش بيه ما اقدرش اقول ما اقدرش احكم عليه قوي بس ده حاجه برضه تبقى تخليك عارف ممكن تفتح قصه ليها. اخر حاجه هاكشن بوكس دي بوكس دي مش مش جيم انجن هو مجرد فيزكس انجن. كم واحد اشتغل بوكس دي او عارف بوكس دي؟ ماشي سبرتني مش كتير ماشي طب عارفين بوكس دي؟ عارفين بوكس دي ماشي بوكس دي ده هو هي اوبن سورس و2 دي فيزكس تقريبا هو احسن 2 دي فيزكس انجن موجوده لدرجه ان هو كل الحاجات الدنيا استخدمها يعني عندك كريم فيزكس بلاكس عندك لما عندك انجري بيردز اللي هو كل اي لعبه ممكن يبقى زي بوكس دي اي لعبه فيها فيزكس و2 دي هتلاقيها 90% بتستخدم بوكس دي
هو بورتد بكل حاجه يعني هتلاقي هتلاقيه بورت من اول سي بلس بلس لغايه هو اكشن سكيب فلاش كل حاجه. حتى بص هنا يعني دي الجيمز اللي فيها يعني حتى جيم ميكر بيستخدم بوكس دي الفيزكس بتاعته مش هم اللي عاملينها ومش عارف كود دي لاف تويتس كان بوكس دي دي جي اكس ستنسل يونيتي هي كمان بيستخدم بوكس دي يعني دايما مفيش حاجه خارج عن بوكس دي فدي حاجه مفيده قوي انت تبقى عارف يعني ولو عايز زي ما انت عايز فيزكس ده بوكس دي هو اللي هتستخدمه. ممكن نتكلم بقى لغاية هنا في عندنا أي أسئلة عن أي حاجة أي تول زي ترجمة إنجنز اللي هي في منها بيستخدم جافا وكده معروف أصلا إن جافا في الجرافيكس مش كويسة دي حاجة مثلا بيقول لي ممكن هنا جافا معروف إن هي في الجرافيكس مش كويسة فممكن واحد ما يحبش نفسه على يستعملها ماشي بس زي ما قلت لك ما تخليش مثلا ما فكر ما تفكرش بالمطلق ان هو جافا مش كويسه في الحته دي فشيل جافا من دماغك او شيل ديب جي اكس من دماغك او اي حاجه اسمها ان مثلا ماينكرافت لما جاء عملها مع هو عنده مثلا ان هو حاجه اللي هو يعملها مش محتاج مثلا جرافيكس قد كده وجافا دلوقتي بس سهله ان هي ديستريبيوشن ان هو يعملها فنجحت قوي معايا فاللي هو على حسب زي ما على حسب البلاتفورم انت عايزها على حسب الشغل اللي انت عايزها ممكن نستخدم الدبليو بي اف كجيم انجن مثلا ونعمل بيه حاجات برضه كويسه وكده ممكن نستخدم ايه؟ دبليو بي اف ايه دبليو بي اف؟ حاجه تبع سي شارب انا عارف سي شارب في مونو جيم وفي لا الدبليو بي اف دي نازله جديده مع باور ممكن نخش بقى في المونتايزيشن اللي هو ماشي عملت جيم ايه؟ انا عايز بقى اقول حتتي طب فين بقى انريل انجن فين يوزي فين الحاجات التي انا بقى انا شخصيا بعدت عنهم لان زي ما قلنا في الاول احنا دلوقتي مثلا اندي جيم ديفلوبر عايز لك انت مثلا تروح النهارده هتعمل جيم في الشهر الجاي عايزك تكون خلصت جيم فانت لو هتعمل عايز تعمل جيم السكوب ده اللي هو هتعمل حاجه كبيره قوي 3 دي مودلز ومش عارف ايه هتاخد منك يمكن سنين لوحدات تيم واللي هو مش هتخلص معاك حلو فوق كمان لان الاوحش لو انت مثلا اول مره تعمل جيم وعايز تعمل حاجه زي كده يعني اللي هو حتى لو انت معاك التيم مش ممكن ما تعرفوش مش توصل ان مفيش خبره من ناحيه الجيم زي ما مفيش خبره من ناحيه ان انت تعمل تخلص جيم يعني عايز اقول حته ان حتى لو جيم بسيطه تقول مثلا دي هخلصها في اسبوع ممكن تتمد 3 شهور لان احنا كتير قوي بنأندر استيميت الشغل اللي انت محتاجه عشان تعمل ايه حتى لو حاجه بسيطه يعني وزي ما قلنا ناحيه بولش مثلا دي لو بتقعد كتير بولش يعني احنا كونسيرن جو مثلا انا قلت لك انا البوست تايب قعدنا 4 ساعات صح؟ الجيم نفسها قعدنا 3 شهور عشان بخلص يعني كان في كوتش لسه بندور حاجات بعد كده بندور بعد كده نحط كونتنت بعد كده تيست بعد كده الى اخره الحاجات دي كلها بعد كده سبونسرز طبعا 3 شهور تاني بندور على سبونسر فعبال ما خلصت وريليست يعني قعدت 6 شهور فتخيل مثلا ايوه تخيل انت حاجه انا مثلا بعد ما جيت خلاص قربت عايز بقى تدور على ببلشر ولا اي حاجه وانت مثلا ما عندكش خير ما حدش يعرفك ما عندكش فان بيز فانت ما عندكش مثلا كونتاكس ان في شركه تعرفك فلو انا بس كده فالاحسن يعني انت تبدا عشان كده قلنا اللي هو ستارت سمول يعني دي حاجه يعني عارف اللي هو مش انكورجنج قوي اللي هو لا عايز اعمل حاجه كبيره عايز تعمل يعني هو انا شايف برضه وده رايي يعني ان انت تبدا احسن بحاجه صغيره وهو يعني اللي عايز يعني اصل دي عامه دايما محتاج تيم لكن يوتي بس بيسهلها اكتر فلو عايز تخش في دي معاها بحاجه كبيره تيم بس او مثلا اتش ام 5 في لايبرري اسمها فريدو جافا سكريبت دي ممكن برضه كويس يعني في اتش ام 5 في حته ليه ما اخترتش يونيتي دي كان لكن ايمن لما جيت اختار كان يونيتي لسه فيها مشكله ان هي معموله 3 دي فلما جيت ابص كده وهعمل اللعبه 2 دي هتعصب دي حاجه الحاجه الثانيه ان انا بالنسبه لي ده سبب شخصي بقى يمكن مش ملوش علاقه بالتكنولوجيا قوي ان انا عارف ان كونسنت جوك هتبقى اكبر جيم بالنسبه لي
فانا كنت عايز هتبقى حاجه انا متحكم فيها كلها، وعايز حاجه انا اتعلم منها كتير. يعني عشان كده حتى في الاول كنت مايل سي بلس بلس، ان انا كنت عايز ابقى انا اللي عامل كل الانجن فيها. دي برضه دي احساس كان غلط زي ما احنا شفنا، ان هو ضيعني وقت كتير قوي عشان كنت عايز ابقى اسمي عملت جيم انجن. وانا اتعلمت ما خسرتش يعني، اتعلمت حاجات كتير قوي. لكن هي كانت انا كذا اللي بعدت عن يونيتي عشان كنت عايز احس ان البروجرام دي حاجه تجيب مشكله ال 2 دي. يعني انا بفكر لو كنت اخترتها لو دلوقتي هعملها ممكن اقول لك لا برضه ان انا عايز الكنترول، وعشان حوار ان هي لو مثلا مش معروفه فهي حته ستاند اوت كل حاجه صغيره يعني. في فلاش اظن ممكن في الستيج 3 دي جديد، انا ما اشتغلتش بيه يعني ينفع دي حته جديده بقى دي هم عاملينها، اللي هو قبل كده كان اي 3 دي كان فلاش كان هيبقى فيك، اللي هو هيبقى حقيقي 2 دي بس. او مثلا ممكن تجيب اكسبورت المودلز كاس ايمج سيكونس، لو حاجه مثلا بتلف 3 دي بتبقى ايمج سيكونس، فده مش كده حقيقي بس دلوقتي ينفع يعني. ف واظن هي ادوبي دلوقتي انا حاسس ان هي ماشيه من ناحيه ان هي بتحاول تعمل فلاش مش 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 طول اللي بتعمل ويب جيمز على ما هو طول اللي بتعمل جيمز عامه. فحتى قاعدين شغالين في ادوبي هير بيحاولوا يطوروا جدا من ناحيه البرفورمانس من ناحيه الاكسبورتنج. هل مشكله في الفلاش ما تعملش مع الصفحه الحاجه الموجوده ولا الاكسبورت؟ هو في برضه علق دي ريلاتيف جديده، يعني ان احنا ممكن تكسبورت فلاش، ممكن تكسبورت اي بي للايفون، ممكن تكسبورت اي بي كي للاندرويد، تشتغل نيتفلي زي يعني. المشكله بس ممكن فيها دلوقتي ان البرفورمانس، بس لو انت هتستخدم ستيج 3 دي البرفورمانس ممكن تجيبها منها. واظن يعني ممكن هيبقى اسهل خلاص انت تقول هعملها نيتف وخلاص، او هعملها اوبجيكتيف سي او شوف جافا على اندرويد. لكن انا شايف ممكن فلاش ان هي هتبقى ورث ات، ان هي عشان هو مجرد ان هو اسرع انك تعمل بيه حاجه، فهو هيحتمل كده اسهل ممكن تركز انت معاه حلو، وبعد كده محتاج بس تزود شويه شغل في البرفورمانس. وعامة يعني مفيش اختيار واحد زي ما قلنا، يعني انت محتاج بالخبرة ان انت تشتغل مع التول دي وتسأل مثلا ناس واحد تشتغل بيها تشوف هل دي هتبقى enough ليك يعني. وعادة زي ما قلت شفنا سي بلس بلس اللي بيفرق هل انت تقدر تطلع برفورمانس انت من اللغة دي ولا لا. يعني ممكن البرفورمانس بتاع فلاش يبقى احسن من لو انت هتقدر تشوف سي، لو انت ما عندكش خبرة في مثلا دول الميموري مانجمنت او اي الى اخره يعني. يعني انا كنت يعني حاطط بس المونيتيزيشن هنا مع ال التولز، لان اختيارك للتول ممكن برضه ينطبق فيه المونيتيزيشن. مثلا لو انت هتمونيتيز بالادز يبقى طبعا انت تعمل جيم اونلاين احسن كتير من انت تعملها على موبايل او داونلود يعني. انت كان هيجيلك فلوس اكتر بتيجي جدا على الويب، بس مش شرط ان انت تكسب اكتر، يعني مش شرط ان التول تديك اكسبوجر اكتر هي اللي تكسبك اكتر. يعني مثلا في فلاش الديموغرافي اللي بيلعب فلاش جيمز، يعني حتى الاعلانات كان الاي سي بي ام بتاعها اللي هو ال 1000 فيو بيديك حوالي دولار لو انت وقعت كويسه قوي. غير مثلا على الموبايل الاي سي بي ام ده اعلى بكتير، معرفش كام بالظبط بس اعلى بكتير. ليه موبايل؟ عشان اللي كام واحد بيلعب فلاش جيمز بيشتري حاجه وبعد كده بيدوس على الاد، وكام واحد بيلعب على الموبايل وبعد كده بيدوس بيشتري، عشان انت على الموبايل كريدت كارد جاهز انت بتشتري اوريدي ابس يعني. فالديموغرافي ده بيفرق. مثلا ستيم انت محتاج اليوزر يكون عنده ستيم اكونت، محتاج ينزل الجيم، محتاج يعمل كل الحاجات دي. فكمان كده من اكتر حاجات بتكسب، عشان هي يمكن عشان الكواليتي بتاعت ستيم هم مستعدين ان هم يدفعوا اكتر للبيرست اوف ستيم. فعامه يعني اربع انواع او هم ثلاث انواع اللي ممكن تمونتايز بيهم، تحط تعمل جيم بلاش على الويب او حتى على الايفون او كده وتعملها يعني تحط فيها اعلانات، او الفريميوم موديل اللي هو انت الجيم تبقى بلاش بس تبيع تعمل حاجه اسمها مايكرو ترانزكشنز، اللي هو تبيع له مثلا بارانيتو، تبيع له اي حاجه هو جيم.
ودي مش حلوه والناس كتير ما بتحبهاش ان هي بدات ان هي تخلي عشان هي كمان تخلي البلايرز بيكسبكتوا من الجيم ببلاش فاللي هو دلوقتي انا عملت جيم حلو جدا بس مش عارف $200 $5 اي حاجه يقول لك دي $5 ليه ده في جيمز كتير قوي احسن ببلاش ف والمشكله في مين بيبوظ الاكسبيرينس لان انت مثلا قاعد بتلعب يجي مره واحده يقول لك خلاص كده ادفع عشان تكمل او حاجه كده فاللي هو من ناحيه هي اكترها بروفيت مش اكترها انت عايز تعمل جيمز حلوه وفي بقى كلاسيك دنوبل موديل ده يبقى اكتر حاجه من ناحيه الانتجت يعني لو انت بتدفع تاكل جيم كامله مفيش اي مشاكل مفيش اي اعلانات مفيش اي حاجه من الحاجات دي واخر حاجه بس هو انا حد عاملين هابل باتل مش عارف هابل باتل دي اخر حاجه ولا دي جت في جت مره قالوا لك شويه ديفلوبرز كده قالوا لك بص عامل الخمسه جيمز دول و او مثلا ست جيمز ولا اي حاجه بكام ادفع اللي انت عايزه اللي هو عايز تدفع $1 خده عايز تدفع $100 خده اي انت اللي تحدد السعر الناس قالت لك طب اكيد هيخسروا كتير جدا اي حد قالت لك كل يدفع سنت ولا اي حاجه لا هم اول مره عملوها كسبوا مش عارف $10 مليون الناس كتير قوي دفعت دولار والناس كتير قوي دفعت $1000 ان هي كان في انت ممكن تختار انت قال لك نص الفلوس هتروح للتبرعات فالناس كتير قوي كان عجبهم قوي فكره ان هو بيدوا الجيم دي تقريبا ببلاش فالناس فهو دي بقت حاجه مشهوره جدا دلوقتي يعني بتعمل بندل تلاقي كل يوم كل اسبوع بيعملوا بندل وفي بندلز ثانيه اتعملت منها ده في ناس بدات ان هو ما بتشتريش جيمز غير في البندل زي ما بتقول لو انت دلوقتي ممكن تدفع $2 وتاخد كل جيمز دي كل تمنهم على بعض $60 ف بس دي حاجه يعني خلي بالك منها وفلاش لايسنس fjl.com ده من ناحيه ده بس لو شفت حلو انت بتعمل فلاش جيمز عايز تبقى سبونسر او موبايل جيمز بقى ببلشر دول بيلاقوا لك يعني وبقيت كل حاجه لو انت بتاعت تولز وكده موجوده على اللينك ده وبس شكرا مفيش وقت كده يا سلام ماشي يا سلام يا سلام خلينا معظم الاسئله يعني صح؟ يا حبيبي نشيل ده ونعمل ده بس تاني هكذا لغايه توصل للاخر